النهارده اكتملت القوه الضاربه لمنتخب مصر بانضمام اللعيبه المحترفه، وبدانا الاستعداد الحقيقي لماتش كاب فيردي يوم الجمعه الجايه اللي هيقام في استاد القاهره، وبعده ماتش بتسوانا اللي هيتلعب يوم 10 سبتمبر. طبعا كل دعمنا للفريق القومي والجهاز الفني اللعيبه عشان يرفعوا اسم مصر. بس عندي كده سريعا كم ملحوظه للكابتن حسام حسن. اولا يا كابتن حسام، في لعيبه عندك محتاجه معامله نفسيه بطريقه خاصه شويه في التوقيت ده، اولهم ابراهيم عادل اللي وصل للمنتخب هو مدمر نفسيا بعد الصفقه بتاعته، صفقه انتقاله للدوري الاسباني ما فشلت. ابراهيم عادل اللي كان على بعد خطوات صغيره جدا من اللعب لختافي الاسباني، يعني كان هيلعب ضد عمالقة كرة القدم في ريال مدريد وبرشلونة، وكنا بنحلم انه يكون مشروع محمد صلاح جديد في الكورة العالمية لانه لاعب موهوب، بس حلم انتهى بسبب ناس كل همها الفلوس، مش في مصلحة اللاعب ولا في مصلحة الكورة المصرية. الناس دي افشلت الصفقة مع سبق الاصرار والترصد. الفريق الاسباني كان عارض 4 مليون يورو، وانا يعني بقول لاداره بيراميدز حرام عليكم بجد. ابراهيم عادل يعني اكيد وصل لكم انه من ساعه ما رجع وهو نفسيا متدمر. اسمعوا وشوفوا المقربين منه بيقولوا ايه، وشوفوا اتعلموا كمان بالمره بقى من اداره الاهلي اللي لما لقت انه محمد عبد المنعم افضل مدافع في افريقيا عايز يحقق حلمه في الاحتراف في فرنسا، ما وقفتش قدام حلمه واحترف عبد المنعم ولعب مع فريقه من يومين ثلاثه وقدم ماتش كويس. يا إدارة بيراميدز ما تخافوش، احتراف إبراهيم عادل ما كانش هيكون كوبري للأهلي، لأن الأهلي عنده أفضل سكواد في أفريقيا كله، فهو مش هيقف على إبراهيم عادل. الأهلي عنده في نفس المركز حسين الشحات وعنده المغربي رضا سليم، فياريت في فترة الانتقالات الشتوية تحققوا حلم هذا اللاعب الموهوب اللي مصر كلها نفسها تشوفه في حتة تانية. إبراهيم عادل محتاج معاملة نفسية خاصة جدا يا كابتن حسام. نقطة تانية الكابتن حسام حسن، لازم تركز في مسألة اللياقة البدنية للعيبة بتاعة المنتخب المحليين. خلي بالك ان هم اغلبهم كانوا في اجازة، يعني راجعين وفي اضعف اوقات لياقتهم البدنية، فخلي بالك اللعيبة مش هتقدر تكمل ماتش كامل، فلازم تعتمد على المحترفين أكتر من لعيبة الدوري المصري. وانت هتلاعب كافيردي وده منتخب أغلب لعيبته محترفين في أوروبا للدوريات بتاعتهم شغالة بقالها شهر، فخلي بالك يا كابتن حسام من فخ اللياقة البدنية، وانت أكيد عارف الكلام ده أكتر مني يعني، وأكيد شفت الماتش بتاعنا مع كاب فيردي في أمم أفريقيا اللي فات، وشفت إزاي لياقتهم كانت أعلى مننا وقت ما كان لعبتنا في منتهى الجاهزية. طب دلوقتي الموقف هيبقى إيه؟ أنا متأكدة أنه عزيمة وإخلاص رجالة منتخبنا الوطني هتقدر أنها تحقق الفوز، وإن شاء الله يا رب بعد نهاية التوقف الدولي هيكون رصدنا 6 نقط من الماتشين بتوع كاب فيردي وبتسوانا.